أحد المشاريع اللي اليوم أتكلم عنها في كل برنامج وفي كل حلقة هو مشروع سقيا الماء. مشروع سقيا الماء تابع لجمعية البر بالمدينة المنورة، ويستطيع أي شخص أنه يساهم بأي مبلغ يجود فيه نفسه من خلال مسحكم للباركود الظاهر أمامكم على الشاشة. الجميل أنها يمكن أنا سجلت كذا ثلاث نقاط اجتمعت صراحة لهالمشروع. أول شيء الحر، إحنا في أشد الأيام حرارة، يعني خلاص بدأ في الصيف اللاهب مرة. الشيء الثاني إن أفضل الصدقة سقي الماء ومستقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالثة أيضا شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان إنه في أيام فضيلة في عشر ذي الحجة، وشرف المكان إنها توزع في أماكن يعني مثل المسجد النبوي، المسجد الميقات اللي رايحين فيه الحجاج والمؤتمرين، جبل أحد وعدد من الأماكن، أيضا مسجد الشهداء حول جبل الرمات وجبل أحد. فهي في اجتمعت فيها فعلا شرف الزمان والمكان، فيستطيع أي شخص من خلال الباركود الموجود أمامكم على الشاشة ينزلكم مباشرة على المتجر. محمد ودي بس تأخذ واحدة من القرير بس نشوفها. طبعا 200 حبة منها بمئة ريال، يعني مثل هذه تقريبا موجود عليها بيانات الجمعية، يستطيع أي شخص إنه حتى يعني يشوف أعمال الجمعية ويتعرف عليها ب200 تقريبا حبة ب100 ريال. فأسأل الله يتقبل يا رب منا ومنك.